أشرار لكنهم محبوبون. يرتبط نجاح الفيلم بالنسبة للكثيرين مشاهدين أو مخرجين ونقاد بالشخصيات التي تؤدي مشاهد الفيلم، فإذا لاقت الشخصيات قبولاً عند الجمهور يعتبر فيلماً ناجحاً ومحبوباً. ولكن هذا لا ينطبق فقط على الأبطال الأخيار فحسب، فالأشرار أيضاً لهم جمهورهم، ويعود سبب ذلك إلى قصتهم مثلاً أو إلى طريقة لعب الدور وتجسيده من قبل ممثلين محترفين تجعل الجمهور يتعاطف معهم. وفي حلقة اليوم سنعرض بعض الشخصيات الشريرة التي أحبها الجمهور وتعاطف معها أكثر من الشخصيات الطيبة في الفيلم، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. الجوكر. جاء في مقدمة هذه الشخصيات شخصية الجوكر التي أداها النجم الراحل هيث ليدجر بإتقان شديد في فيلم The Dark Knight، والتي اعتبرها الكثيرون أفضل تجسيد للشخصية على الشاشة على الإطلاق، وهو الأداء الذي توج أيضا بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور مساعد. هانيبال ليكتر. حصلت شخصية هانيبال ليكتر على نسبة تعاطف وحب كبيرة من قبل المشاهدين، وهي الشخصية التي لعبها النجم الكبير أنتوني هوبكنز باقتدار شديد في عدة أفلام أشهرها The Silence of the Lambs، والذي نال عنه أوسكار أفضل ممثل. سفيراس سناب، وهو الشرير في سلسلة أفلام هاري بوتر، أشاد الكثيرون من نقاد ومشاهدين بأداء النجم ألان ريكمان للدور، والذي جعلهم يرونه شريراً طيلة الأجزاء الستة الأولى فكرهوه بعمق قبل أن تتضح طبيعته الحقيقية في الفيلمين الأخيرين. كينغ كونغ، وهو غوريلا عملاقة تحكم جزيرة الجماجم والتي يزورها طاقم يصور فيلم مع البطلة الجميلة أندارو، قبل أن يقرروا خطف كينغ كونغ وجلبه إلى نيويورك كثامن عجائب الدنيا السبع، وبالتأكيد كان شريراً بالنسبة لمن يريدون خطفه واصطحابه عنوة، ولكنه حصل على محبة جميع المشاهدين كما كسب تعاطفهم جميعاً. ديناصورات جوراسيك بارك، وهو الفيلم الذي حقق نجاحاً باهراً. صحيح أن الديناصورات كائنات حقيقية، إلا أن طريقة تجسيدها في الفيلم فرضت عليها لقب وحش بسبب حدوث مشكلة أدت لخروج الديناصورات من أقفاصها، وبالتالي هاجمت البشر، ولكنها ومع ذلك حظيت بشعبية كبيرة، ففكرة وجود ديناصورات حية لطالما كانت حلم بالنسبة للبشر، فهذا كان سبباً أساسياً للإقبال الكثيف على الفيلم، مما جعل هذه الديناصورات نجمة بامتياز، وتمنى العديد من الجمهور أن يتحول هذا المنتزه إلى حقيقة. ميجا مايند. لم تقتصر الشخصيات الشريرة على البشر فقط، بل تضمنت أيضاً شخصيات من عالم الأنيميشن، فجاء ميجا مايند بطل فيلم ميجا مايند الشرير، والذي أدى صوته النجم ويل فيرل، وكسب محبة الجماهير بالرغم من أنه كان شريراً في الفيلم. جرو. كما لدينا أيضاً من شخصيات الأنيميشن شخصية جرو الشرير في فيلم ديسبيكابل مي، والذي أدى صوته النجم ستيف كارل، وعلى الرغم من كونه شريراً في الفيلم إلا أنه تمتع بشخصية جميلة جعلت المشاهدين يحبونه. وهنا نصل لختام حلقتنا اليوم. من هي الشخصية الشريرة المفضلة لديكم سواء كانت بشراً أو أنيميشن؟ شاركونا في التعليقات، نحن بانتظاركم. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.